المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو محطة مفصلية أخرى في مسار القضية الصحراوية ستسفر عن اختيار الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الجديد للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلفا لفقيد القضية والرئيس الراحل محمد عبد العزيز. ووفقا لما يحدده الدستور الصحراوي تم التحضير للمؤتمر ليعقد بعد 40 يوما من وفاة الرئيس، وهي مدة يحددها نص الدستور أيضا. آليات انتخاب الرئيس الجديد خلال المؤتمر تعتمد على تصويت مندوبين عن القواعد الشعبية والعسكرية لاختيار واحد من المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية. انتخاب الرئيس بهذه الكيفية في هذا الظرف الاستثنائي يعكس ثبات جبهة البوليساريو على سكة الديمقراطية للمضي نحو بناء دولة ديمقراطية تحترم إرادة شعبها الذي يسعى نحو الاستقلال. وطيلة المدة التي عقبت وفاة الرئيس الصحراوي مساع حثيثة بذلت لإنجاح المؤتمر كي لا تكون المرحلة فرصة للعدو ليجعل منها نقطة خلاف وفرقة بين الصحراويين تلهيهم عن جوهر القضية، وهو تحقيق الاستقلال الذي سيعرف مسارا آخر بقيادة جديدة يعول عليها في الحفاظ على المكاسب المحققة ومواصلة النضال. إذن وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بالزميلة فاطمة الزهراء بن فرج الله مباشرة من مخيمة اللاجئين الصحراويين بولاية الداخلة. فاطمة. نعم. فاطمة مساء الخير. مساء الخير. عيد سعيد مبارك لك فاطمة ولإخواننا في الصحراء الغربية. كيف هي التحضيرات عشية انعقاد المؤتمر فاطمة؟ نعم سعيد ولكم أيضا. فيما يخص يعني التحضيرات للمؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو الشهيد محمد عبد العزيز هي قائمة على قدم وساق. يعني التحضيرات المادية يعني انتهت. فيما يخص التحضيرات البشرية من المنتظر يعني قدوم العديد من الوفود والمندوبين من مختلف الولايات هنا بمخيمات اللاجئين. أما الوفود المشاركة ستكون وفود عربية إفريقية وكذلك الحضور المتميز للجزائر فيما يخص يعني الأحزاب أو مجتمع مدني وحتى وفود رسمية أيضا. ومن المنتظر أن تصاحب هذا المؤتمر تغطية إعلامية واسعة لنقل حيثياته، وكذلك هذا المؤتمر يحمل شعار قوة تصميم إرادة لفرض الاستقلال والسيادة. ومن المنتظر أن يعني ينعقد هذا المؤتمر هو مؤتمر استثنائي لسد الشعور القائم لمنصب الأمين العام والرئيس الجمهورية العربية الصحراوية. يعني ومن المنتظر أن يدوم هذا المؤتمر يعني يومين حتى الآن، وستتخلل يعني عملية انتخابية لانتخاب الأمين العام لجبهة البوليساريو، وكل الظروف مهيئة ليعني إنجاح هذا المؤتمر. والتلفزيون الجزائري طبعا كعادته سيواكب هذا الحدث الهام، وسننقل لكم كل حيثيات هذه الأشعار في نشراتنا القادمة. بالتأكيد فاطمة الزهراء بن فرج الله، إذن وبالتوفيق، كنت معنا من مخيمة اللاجئين الصحراويين بولاية الداخلة، شكرا جزيلا لك.